طب وانت شفت ايديا من قريب فين؟ وهو طفل كان بيطلق عليه كتكوت الفصيح لانه كان بيستدعى من العيله المالكه المصريه لاستقبال الملوك والرؤساء القادمين بخطبه، كان هو اللي بيلقيها وهو طفل. وطبعا بعد كده تطور الموضوع ان هو كان حابب التمثيل جدا، فاتقدم لمعهد فن التمثيل العربي وبدا مشواره بقى مع الفن. اوكي. وهم طلبه في المعهد عملوا اول فيلم ليهم كان اسمه موعد مع ابليس، كان فيه تقريبا اغلب الدفعه بتاعه المعهد. وانطلق بعد كده، بس هو كان بيحب المسرح جدا وبقى مدرس استاذ في معهد الفنون المسرحيه، وتخرج على ايده اجيال كتير جدا. انا اصلي مستضيفهم عندي يومين كده. هو ابتدى بالاهتمام بكل جزئيه داخل مصر، ما كانش اهتمامه بالمحافظات فقط، كان اهتمامه بالنجوع والكفور والقرى والاماكن التي لا يصلها اي شيء. قدر يكتشف نجوم فعلا دخلوا المجال، وعمل الفرقه النموذجيه للثقافه الجماهيريه اللي طلع منها ممثلين زي ابراهيم عبد الرازق، زي محمد ابو رنين، ناس كتير يعني. اسمع. نعم. بالنسبه لفيلم زوجة رجل مهم، هو الاول كان فيلم كله معاناه، لانه كان في معقل بيتصور في المنيا، في معقل للجماعات المتطرفه، فكان في عربيات حراسه لكل الفنانين المشاركين في التصوير في المنيا. في الفينالة بتاعت الفيلم اللقطه دي بجد يعني لقطه صعبه قوي، يعني انا ما بتحملهاش. واحد رايح ينقذ بنته، بابا بطبيعته كان بيخاف علينا جدا، فعشان كده انا عايشه المشهد. فما بالك ان بعد وفاته ممكن اشوف ابويا بيموت، بيتقتل تاني قدامي او بيموت قدامي تاني، يعني صعب. لن يعوض اب حنان الدنيا فيه، حكمة السنين كلها، انا ما شفتش اب زيه. كان عنده القدره ان هو واحنا كبار كده ياخدنا في حضنه ويشيلنا على رجليه ويتعامل معانا كما لو كنا اطفال صغيرين. جاهزه يا لورد. فيلم العميل 15 كان بيصور في فيلا في المانيال، كان المخرج مدحت السباعي. الدور يعني زي ما عصابه وراجل بالمواصفات دي يعني، وجنيني في نفس الوقت. هو كان تعبان جدا، فالمفروض ان هو اللي بيجر عائله محمد صبحي اللي هي زوزو نبيل وصابرين واخوه وبتاع، لكن في واقع الامر كانت زوزو نبيل هي اللي بتسنده لانه ما كانش قادر يمشي، كان تعبان جدا يعني، وتوفى فعلا في الفيلم ده يعني ما كملوش. شريف انا فقدت يعني مش اب بس يعني، انا فقدت حياتي.